اللهم يا معطي السؤالات ويا ولي الرغبات ويا منفس الكربات ويا خافي الهم والغم يا هنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا من أعطى خير ما في خزائن الإيمان به قبل السؤال لا تمنعنا أكل ما في خزائن الأفوى مع السؤال. إلهي أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تغفر لنا وأن ترحمنا وتعافينا من سخطك وأن تقضينا الدين برحمتك وأن تتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأن تجعلنا في هذا اليوم من أتقائك ومن تلقائك من النار وأن لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك سمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا ذهب الزمان تلات العروق وبقي الأجر إن شاء الله تعالى.